لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أما بعد، أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدارس ابن خلدون، أهلا بكم مع فيديو جديد ودرس جديد من دروس الرياضيات يقدمه لكم الأستاذ مجدي رشاد مدرس الرياضيات بمدارس ابن خلدون. درس اليوم هو الانسحاب في المستوى الإحداثي. أهداف الدرس هو أن نرسم صورة شكل بالانسحاب على المستوى الإحداثي. طبعا احنا عرفنا المستوى الإحداثي في الدروس الماضية، وعرفنا انه يتكون من محورين، محور أفقي ومحور رأسي. والمحور الأفقي يسمى محور السينات، والمحور الرأسي يسمى محور الصادات. وعرفنا كيفية تمثيل الزوج المرتب على المستوى الإحداثي. اليوم سنرسم صورة شكل هندسي، ونرسم هذه الصورة بالانسحاب على المستوى الإحداثي، فهيا بنا نتعرف على ذلك. المفردات التي ستقابلنا في هذا الدرس: التحويل الهندسي. التحويل الهندسي هو أن يعطينا شكل هندسي ونجري عليه تعديل. هذا التعديل قد يكون انسحاب أي انتقال، قد يكون دوران بمعنى أن تدير الشكل الهندسي الذي أمامك، فكل هذا يسمى تحويل هندسي. نشاط: أزاحت هالة مكتبها من جانب الغرفة إلى الجانب الآخر. يعني أنا عندي مكتب هنا أهو في الزاوية، زاوية الغرفة، أدي غرفة أهي، غرفة هالة. طبعا هنا العلامة دي معناها ده باب الغرفة، تمام. هنا المكتب موجود في زاوية، عايزين نحركه من مكانه ونوديه في مكان آخر. التحريك هذا يسمى انسحاب. حركنا المكتب، هل المكتب شكله اتغير؟ يعني هنا كان مثلا طوله وليكن متر، هنا بقى نص متر؟ لا طبعا. هل هنا كان في درجين، هنا بقى ما فيش فيه ادراج؟ لا طبعا. اذا الانسحاب لا يغير من شكل الجسم. تسمى حركة الشكل الهندسي تحويلا هندسيا. يعني لو احنا عندنا شكل هندسي ايا كان الشكل، ممكن يكون مثلث، مستطيل، مربع، هنحرك هذا الشكل. مجرد التحريك هذا يسمى تحويل هندسي، والتحريك هذا هو انسحاب، او يسمى الشكل الناتج عن هذه الحركة صورة. والانسحاب نوع من التحويلات الهندسية. الانسحاب يعني التحريك. ما معنى الانسحاب؟ الانسحاب هو إزاحة شكل دون تدويره. يعني عندنا شكل هندسي هنحركه بس بدون ما تدور الشكل، ولا ينتج عن ذلك تغير في قياساته أو شكله. لكي تجري انسحابا لشكل
نحرك جميع رؤوسه مسافة متساوية في اتجاه واحد. نشاط: لدينا مثلث ألف باء جيم، رؤوسه النقطة ألف، الزوج المرتب حجها 3 و6، والنقطة باء، الزوج المرتب حجها 4 و9، والنقطة جيم، الزوج المرتب حجها 7 و6. السؤال: ارسم شبكة على ورقة تمثيل بياني، اللي هي زي ما قلنا اللي هو المستوى الإحداثي، ثم ارسم المثلث عليها. استعمل قلما من لون مختلف وعين صور النقط ألف وباء وجيم الناتجة عن تحريكها 4 وحدات إلى الأسفل. فهيا بنا نتعرف على ذلك. آدي الشبكة البيانية اللي هو المستوى الإحداثي، آدي المحور السينات اللي هو المحور الأفقي، وآدي محور الصادات. النقطة ألف إحداثيتها كام؟ 3 و6. يعني إيه إحداثيتها 3 و6؟ يعني 3 هي الإحداثي السيني من تحت، والستة هي الإحداثي الصادي. ولذلك تلاحظ النقطة ألف موجودة قصد 3 وموجودة قصد 6، والنقطة باء أيضا قصد 4 وقصد 9 لأن موجود هنا اهي، والجيم 7 و6. المطلوب قال حرك كل رأس من دول، كل نقطة هتحركها 4 وحدات إلى أسفل. يعني الألف نزلها لتحت 4 وحدات، أدي 1 أدي 2 أدي 3 أدي 4، يعني تيجي هنا. يعني هتكون إحداثيتها كام بعد التحريك؟ هتكون 3 و2، ومش هنسميها ألف بقى لأنها أصبحت نقطة جديدة، فبنقول عليها وليكن ألف شرطة، بنميزها بأن احنا نحط عليها ألف إيه؟ شرطة، تبقى ألف شرطة. طب والنقطة باء بنفس الأسلوب، هنحركها إلى أسفل 4 وحدات، أدي 1 2 3 4، يبقى تيجي هنا. يعني هيكون إحداثيتها كام؟ 4 و5، ومش هنسميها باء، هنسميها باء شرطة. والجيم كذلك تنزل لتحت 4 وحدات، يعني 1 2 3 4، فتصبح كام؟ 7 و2. تذكر في الانسحاب يزاح الشكل من مكان إلى آخر دون تدويره. يعني بيقول إن الانسحاب هو إنك تحرك الشكل من مكان إلى مكان آخر، مثلما حركنا المكتب في بداية الدرس من مكان إلى مكان آخر، ولكن لا تدير المكتب، يعني لا تحدث له عملية دوران. مثال تمثيل الانسحاب: ارسم المثلث لام ميم نون الذي إحداثيات رؤوسه لام إحداثياتها 1 و5، وميم إحداثياتها 5 و7، ونون إحداثياتها 3 و4 على المستوى الإحداثي. يبقى ده أول جزء من السؤال، إنك ترسم مستوى إحداثي وتضع عليه النقاط لام وميم ونون، ثم ارسم صورة انسحابه 2 وحدة إلى اليمين و3 وحدات إلى الأسفل. اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة. تعال نشوف. أول خطوة بنرسم المثلث الأصلي اللي هو قبل ما هنحركه. آدي المستوى الإحداثي، آدي النقطة ميم، وآدي النقطة نون، وآدي النقطة لام. النقطة لام إحداثيتها 1 و5، النقطة نون إحداثيتها 3 و4، والنقطة ميم إحداثيتها 5 و7. هنبدأ نحرك كل نقطة بمقدار كام؟ أهو ارجع تاني، بنحرك بمقدار 2 وحدة إلى اليمين و3 وحدات إلى أسفل. 2 وحدة إلى اليمين و3 وحدات إلى أسفل، يعني لو حبينا نحرك النون نتحرك جهة اليمين 2 وحدة، يعني يجي هنا، وتنزل تحت 3 وحدات أو يعني هتيجي تحت هنا 1 2 3، يبقى هنا نون شرطة، نقطة نون الجديدة، وإحداثيتها كام؟ 5 و1.
بالمثل مع الميم وحدتين الى اليمين وتنزل تحت ثلاث وحدات يعني هنا، وتبقى احداثيتها كام؟ 5، 7، و4. وايضا اللام وحدتان الى اليمين وتنزل تحت ثلاث وحدات يعني هنا، هتكون احداثيتها كام؟ 3 و2. الخطوة الثانية، بنرسم صورة المثلث بالانسحاب. اهو حركنا النون وحدتين الى اليمين وثلاث وحدات الى اسفل، اصبحت هنا نون. وانا افضل انك تسميها نون شرطة عشان نميز ما بين النون الاصلية والنون الجديدة. والميم جت هنا على اعتبار ان احنا اتحركنا وحدتين الى اليمين ونزلنا تحت ثلاث وحدات. اللام كذلك وحدتين الى اليمين ونزلنا تحت اهو ثلاث وحدات. النقاط الجديدة اللي هي ميم ونون ولام وصل بينهم باللون الاخضر فيعطيك مثلث جديد. المثلث اللي باللون الازرق ده المثلث الاصلي، اللي باللون الجديد اللي هو اللون الاخضر دي الصورة. الحركة اللي احنا عملناها دي اسمها انسحاب، وكأننا حركنا المثلث ولكن دون تدويره. الرؤوس الجديدة اهي من على الشكل، النقطة لام 3 و2 اللي هي دي، النقطة ميم 7 و4، النقطة نون 5 و1. عزيزي الطالب، هيا بنا ننتقل الى بعض التمارين من كتاب المدرسة. وتأكد مديني صورة للمستوى الاحداثي ومرسوم فيها مثلث، وبيقول ارسم المثلث بعد كل انسحاب مما يلي، ثم اكتب الازواج المرتبة لرؤوس الصورة. اول فقرة 3 وحدات الى اليسار، يعني عايزين نحرك كل رأس من الرؤوس 3 وحدات الى اليسار. يعني الرأس الاولى اللي هي دي، تابع معايا، هنحركها الى اليسار 3 وحدات. يعني ادي وحدة، ادي 1، 2، 3، يبقى تيجي هنا. والنقطة الاخرى اللي هي دي هتتحرك ايضا 3 وحدات، 1، 2، 3، يبقى هتيجي هنا. والنقطة دي ايضا تتحرك الى اليسار 3 وحدات، ادي 1، 2، 3، تيجي هنا. النقاط الجديدة بنصل بينهم بخطوط مستقيمة او قطع مستقيمة، ويفضل ان تكون بلون مميز، فتكون النقاط الجديدة هي 2 و6 و5 و6 و5 و2. وهو الرسم الجديد بعد ما رسمنا الصور، وده الشكل هذا بنطلق عليه الصورة، لكن الشكل الازرق يطلق عليه الاصل. الفقرة الثانية، نفس الشكل المثلث الاصلي اللي كان موجود، عايزين نحركه 4 وحدات الى اعلى. اهو ادي المثلث الاصلي، عايزين نحركه 4 وحدات الى اعلى، يعني الرأس دي هتتحرك لفوق 4 وحدات، ادي 1، 2، 3، 4، يبقى تيجي هنا جوصة دي 10. طب والنقطة دي ايضا 1، 2، 3، 4 قصاد 10. والنقطة دي هتتحرك الى اعلى 4 وحدات، 1، 2، 3، 4 قصاد 6 من على الصادات، وتبدأ تحدد الزوج المرتب. هتلاحظ ملحوظة هامة، ان الاحداثي السيني لا يتغير، بينما الاحداثي الصادي هو اللي اتغير. فالنقطة الاولى هنا هتبقى احداثيتها 5 و10. طيب النقطة دي هتكون احداثيتها كام؟ 8، وطلعت فوق 4 وحدات ايضا عند 10، يبقى 8 و10. طب والنقطة دي هتبقى 8 و6. اهو 5 و10، 8 و10، 8 و6. والرسم تمام، بنصل ما بين النقاط الجديدة. الفقرة الثالثة، 5 وحدات الى اليسار ووحدتان الى الاسفل. هنا بقى التحريك اصبح حركتان الى اليسار والى اسفل. هتتحرك الى اليسار كام؟ 5 وحدات، والى اسفل كام؟ وحدتان. تعال نشوف، ادي المثلث الاصلي، هتتحرك 5 وحدات الى اليسار، يعني تيجي هنا لو هنبدأ بالنقطة دي مثلا، هتبدأ تتحرك هنا 5 وحدات الى اليسار، ادي 1، ادي 2، ادي 3،
ده أربعة أدي خمسة، يعني هيجي هنا عند الست وإيه ووحدتين إلى أسفل، يعني ينزل لتحت وحدتين، أدي واحد أدي اثنين، يبقى هيجي عند الأربعة. تمام، يبقى النقطة دي هتتحرك وتيجي هنا. طب والنقطة الثانية، الرأس الثانية أيضا خمس وحدات إلى اليسار، يعني واحد اثنين ثلاث أربعة خمس، هتيجي هنا كده أنت اتحركت إلى اليسار، لسه هتنزل إلى أسفل، واحد اثنين، يبقى تيجي هنا أهو. أدي الرسم الجديد وبنميزها باللون الأسود، والرؤوس الجديدة أصبحت صفر وأربعة على اعتبار أن النقطة دي إحداثيتها صفر وأربعة، وثلاثة وأربعة، وثلاثة وصفر. عزيز الطالب، هيا بنا ننتقل إلى سؤال آخر لحل المسألتين أربعة وخمسة. ارسم الشكل وصورة انسحابه واكتب الأزواج المرتبة لرؤوس الصورة. الشكل الرباعي ألف باء جيم دال. ألف إحداثيتها واحد وخمسة، باء إحداثيتها اثنان وثمانية، جيم إحداثيتها أربعة وثمانية، دال إحداثيتها ثلاثة وخمسة. نريد أن نجري له انسحاب خمس وحدات إلى اليمين. هيا بنا نرسم الشكل الرباعي ألف باء جيم دال، أربع رؤوس، بخلاف السؤال السابق كان ثلاث نقاط لأنه كان مثلثا. آدي الشكل الرباعي ألف باء جيم دال، تمام، والصورة ألف باء جيم دال. هنا النقطة ألف إحداثيتها واحد وخمسة، والنقطة باء إحداثيتها اثنان وثمانية، والنقطة جيم أربعة وثمانية، ودال ثلاثة وخمسة. لما عملنا انسحاب النقطة ألف اتحركت كم وحدة جهة اليمين؟ أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فأصبحت ألف شرطة. والنقطة باء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والنقطة جيم أيضا خمس وحدات إلى اليمين، والنقطة دال خمس وحدات إلى اليمين، ونصل ما بين النقاط الجديدة بلون مميز يختلف عن اللون الأصلي، لأن هذا هو الأصل وهذه هي الصورة. الإحداثيات الجديدة إيش؟ النقطة ألف إحداثيتها ستة وخمس، والنقطة باء إحداثيتها سبعة وثمانية، والنقطة جيم تسعة وثمانية، والنقطة دال ثمانية وخمس. سؤال آخر، المثلث هاء إحداثياته سبعة واثنان، والنقطة واو ثمانية وستة، والنقطة زاي إحداثياتها تسعة وثلاثة، وانسحاب ست وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى الأعلى، يعني هنا حركتان، حركة جهة اليسار ست وحدات، وحركة إلى أعلى وحدة واحدة. آدي الرسم، هاء واو زاي، هذا هو المثلث الأصلي، النقطة هاء سبعة واثنان، والنقطة واو ثمانية وستة، والنقطة زاي تسعة وثلاثة. هنبدأ نتحرك حركتان، حركة جهة اليسار وبعد كده إلى أعلى. هتتحرك جهة اليسار كم وحدة؟ أهو واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة، ست وحدات جهة اليسار، ولأعلى وحدة واحدة، أصبحت النقطة هاء الجديدة إحداثيتها واحد وثلاثة، بالمثل مع النقطة واو وبالمثل مع النقطة زاي. إذن النقاط الجديدة النقطة هاء واحد وثلاثة، النقطة واو اثنان وسبعة، والنقطة زاي ثلاثة وأربعة. تحدث، وضح سبب تسمية الانسحاب أحيانا بالإزاحة، أي أننا نزيح الشكل الهندسي إلى من مكان إلى مكان آخر، بمعنى تحريك، لأنه يمثل انتقال من مكان إلى آخر دون أي تحول في الشكل. فالأطوال كما هي، الزوايا كما هي،
مجرد تحريك فقط أو انتقال فقط. عزيزي الطالب، نشكرك على حسن استماعك، وإلى لقاء آخر في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.